قعدت كتير طبعا وقت زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في المسرح مدة طويلة، وبعدين اول مرة بقى جالك اعمال وكده، اول عمل ليك في السينما فاكر اخدت فيه كام؟ ما خدش فيه فلوس. ما اول خدتش عمل اصلا؟ خالص ما خدش فيه فلوس، كان مشهد واحد وما خدش فيه فلوس، قالوا لي اصحى عشان انت ساعتها ما كنتش عضو نقابه، ساعتها انت عشان مش عضو نقابه مش هندي لك فلوس. طب هو كان فيه ايه العمل ده يعني، يعني اللي خلاك تمثل فيه من غير فلوس؟ مشهد كان كان فرص حلو. كان حلو. لغايه دلوقتي لما بيبقى مشهد حلو بروح اعمله. اهم حاجه العمل نفسه مش مهم يعني الاجر بتاعه. طبعا. انت وماجد الكدواني صحاب من ايام الجامعه، ايه الحاجه اللي عند ماجد احنا يعني مميزه جدا وحاسس ان ما حدش يعرفها عنه؟ ماجد بيذاكر مذاكرة فظيعة على الشخصية. ماجد حريص على كل دور بيترشح له انه بيقعد يذاكره مذاكرة فظيعة، فهو عشان كده هو مقل يعني وحريص، من النوع اللي عنده ضمير زيادة عن اللزوم عن كل تفصيلة بيعملها، بيقعد يسأل المخرجين وبيعمل الشغل عن أدق التفاصيل. هل ماجد شايف ان هو خايف في ان هو يعمل بطولة درامية؟ السينما ماجد كان عنده، دراما وسينما احنا كان ماجد كان عنده تجربة في السينما، فيلم اسمه جاي في السريع من زمن الزمن يعني من فترة كبيرة جدا، ما نجحش بمقاييس مع رحمة عبد المنتجين، الغفور. ما نجحش بمقاييس المنتجين، ما نجحش بمقياس الشباك. في افلام كتير قوي بقى ليها ظروف كتير قوي ليها علاقه ما بدعايه نجحش ليها علاقه انتاجيا بانتاج، يعني. ما نجحش انتاجيا، لكن لو بنشوف التلفزيون فيلم حلو جدا، فماجد قادر على انه يعمل بطولات ويعمل بطولات هايله كمان يعني. يعني شايف ان التجربه دي مثلا عملت له تخوف ان هو بالظبط، يعمل عشان ياخد بس الخطوه عندنا دي. مشكله في مصر ان الممثل لما يعمل بطوله ما ينفعش ترجعه تاني يعمل بطوله تانيه. يعني لما يجي يعمل بطوله ايوه بطوله ما ينفعش يعمل دور تاني. ما ينفعش يعمل دور تاني. فماجد رجع بسرعه عشان ما يحصلش الموضوع ده، ما يبقاش في لانه يعني يتحد فيها. كان ينفع يكمل يعني. زي في ممثلين كتير جدا ونجوم كبيره جدا بيبقى حتى اول عمل ليهم ما بينجحش النجاح اللي هو مستنيه او الكلام ده، ومع ذلك بيبقى هو اول اسم او هو البطل خلاص. بيفضل بقى يحارب او ينحت في الصخر بقى انه الفيلم دوت جاب كويس، الفيلم التاني مش عارف ايه. السينما مقياسها الشباك جاب كام؟ ايرادات. ايرادات، وده للاسف الشديد مش فير. مش فير. لان في حاجات كتيره جدا لما بنشوفها في التلفزيون واو، بس ظروفه لما نزل في وقت، في افلام تنزل امتحان ثانويه عامه، في افلام تنزل بطوله كاس عالم، في افلام تنزل ويبقى في كورونا، في افلام تنزل ويبقى في ظروف معرفش كذا، الناس بقى مش هتقعد تكتب كل شويه ان ده ظروفه معرفش عامله كذا. لا طبعا المهم انه لما ينزل التلفزيون والناس تشوفه بيعجبهم ولا لا.